تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها البطاقة الوطنية في دائرة الكاظمية. موضوع البطاقة الوطنية هي يمكن الإصدار اللي أصدرته وزارة الداخلية واللي كان لها يعني الفائدة الكبيرة في أن لغى باقي يعني المستمسكات الرسمية المطلوبة. لذلك تعتبر يعني هي إنجاز كبير لوزارة الداخلية بوجود بطاقة وطنية لكل مواطن، ولكن المشكلة والعقبات في إصدارها وجود الزخم الكبير ربما، بالإضافة إلى موضوع الروتين في العمل. المواطن دائما يعني ما يتحدث لنا عن وجود روتين في هذه المعاملة وأيام ربما يقضيها. لذلك احنا نتواجد اليوم في هذه الدائرة، في دائرة إصدار البطاقة الوطنية وتحديدا من منطقة الكاظمية، لنتعرف على ملاحظات المواطن، أيضا حتى المشاهد معنا يتعرف على سير المعاملة وتفاصيلها وأي تعليمات ممكن تكون صادرة من الدائرة. بعض المواطنين يعني عندهم شكاوي، بعض المواطنين عندهم ملاحظات، مدير الدائرة موجود أيضا، راح نلتقي به وننقل له هذه الملاحظات أولا بأول. راح نحاول نتعرف على سلسلة سير هذه المعاملة وكيف يعني الأمور تسير في هذه الدائرة، وهل هنالك عرقلة، هل هنالك تأخير، هل هنالك روتين. المواطن بالنهاية هو مدير الدائرة، والمواطن بالنهاية هو صاحب الحق. لذلك كل هذه المؤسسات هي موجودة لخدمته، وإحنا نحاول نتحدث مع المواطنين. تفضلي خالة. الله يساعدهم. أهلا وسهلا، شنو عندك؟ أنا شفتك هسه بالباب، عندك مشكلة يمكن؟ أي والله شنو قلبي، يعني طوني موعد شهر والنوب تعاي وروحي، والنوب تعاي روح حزي، وأنا ما بيح لا رايحة ولا راح أجكرا. أنت قدمتي؟ قدمت وكملت. قدمتي قبل شهر؟ شهري. زين، وانطوك موعد هاي القصاصة واليوم راجعت والنوب تعاي حزي مرة ثانية. زين، حجزي انه شنو معاملة من جديد؟ النوب واحد شهر. زين، هاي منو جاوبك هذا؟ هاي برا كيفهم يحكون ما أدري، هم مو دائرة الحكومة. اي زين، انت هنا دخلتي على الاستعلامات، دخلتي على وهذا وقع لي اياه الولد. اي قولي روح على المدير. نعم لازم اروح للمدير. اي نعم، احنا راح نكمل لي اياه اليوم. احنا نشوف، راح نشوف هاي المعاملة وياك اذا فعلا الموضوع، بس هو يعني اظن انه هو سراج اليوم ما دام انطوك هذا الموعد وهذا التاريخ انه خلص يعني معاملة يعني مسؤول غير وانا يعوفوني رايحة جاية. هو تسلسل ما دام الكتروني، اذا اكو تسلسل. لا تسلسل، هي بالواسطات تمشي. اكو واسطات؟ لا شنو ليش يعني شفتي هذا الشيء؟ ليش ماكو؟ هي كلها بالفلوس. شو هناك برا فلوس خمسات، واصل هذا بخمسة 5000 مو بلاش ترى. هذا مو يصدر من الدائرة نفسها؟ من برا. شو مدري انا بعد مصدره منين، مدري منين ام عم الخاص. طيب راح نلاحظ كل هاي التفاصيل مع الموظفين اللي موجودين، بالاضافه الى السيد مدير الدائره وكذلك المواطنين. لو شو هذا برا تابع للحكومه؟ هذه بعد ما نعرف، اكو ناس يجوز برا تشتغل خارج نظام الدائره، فاحنا يعني كعرضه حاكيه كغيرها هذه ما ننصح المواطن انه يتعامل وياهم. يعني موجوده دائره، يعني خمسه موجوده دائره وموجود موظفين، مراجعتهم انت تراجعين الاستعلامات. لا لازم منا احنا نراجع غير منا. اذا ممكن يكون خطأك، انت تراجعين الاستعلامات هم يوجهون. اي ذولاك خارج الحكومه، خارج يعني الدائره، خارج الدائره. احنا يعني ما لنا علاقه بهم ولا حتى الدائره لها علاقه بهم. اذا خلينا نشوف باقي المواطنين اذا عندهم اي تاخير او اي شيء، وراح نتابع يعني نتابع موضوع التسلسل سير المعامله. يعني هنا عندنا عده شبابيك. خلينا نبدي من الاستعلامات، يعني نشوف التسلسل مال المعامله يعني من دخول المواطن حتى نقدر نعرف التسلسل شلون دا يمشي. راح نبدي من الاستعلامات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون الشباب؟ منو بالاستعلامات المسؤول؟ تفضل حضرتك، بس دوركم انتم كاستعلامات استقبال المواطن، اريد نعرف يعني اول ما يدخل لك المواطن. اول ما يدخل المواطن نستقبله، اول شيء يلبس كمامه. نعم، هاي الاجراءات للوقايه. نعم. اي ثاني شيء يسلم جهاز الموبايل. نعم، هاي تبليغات يعني السيد المدير. بالنسبه للمعامله، للمعامله نشوف المعامله مالته، ندققها. نعم، شنو معاملته. نعم، مو صاحب العلاقه ما يدخل. نعم، لان احنا ناس عسكر نمشي بالاوامر العسكريه. اي ثاني شغله نشوف معاملته شنو شغلته. نعم. اي اذا نوجهه مثلا عنده ضابط شهاده يختم، عنده بيان ولاده، عنده هذا شغله ما نقدر على شباك رحم الله والديك. اذا شغله مثلا احنا ما نقدر لها. نعم، او بها حالات انسانيه وهذا نوجهه نوديه للسيد المدير. نعم. اي المدير بعد هو يتكفل بشغلته يعني. نعم، ما يقصر الرجال. الحالات اللي تجيك مثل السيده هنا. اي
هاي شنو شغل؟ شنو يوم ما شغلت؟ جنسية هاي وصل عندي فقدان. فقداني كملته. فقدان احنا عندنا اوامر يعني وتبليغات السيد المدير حاجز بالانترنت. طيب هي هذه ما تعتبر بطاقه الكترونيه؟ زين انت اللي مضيعتها بطاقه موحده. جنسيه؟ لا جنسيه. جنسيه حاجز بالانترنت استاذ. زين حاجز بالانترنت هي حاجز ما عندها مسويه حاجز بس ما طالع حاجزها يعني موعدها ما موعدها. ايش قد الموعد عندكم يعني بين الحجز والتاريخ ايش قد النطي؟ احنا ما نعرف هاي لان هو بعد بالحاسبات بالتسلسلات يطلع موعدها ما نعرف يوم يومين ثلاثه ما نعرف. زين فما احنا هيك حاله. زين احنا صح عندنا تعليمات من السيد المدير وتوجيهات وهذا بهيك حاله يعني ما نقدر ندخل باشكال ويا المواطن او المواطنه فاحنا يعني نوجهه للسيد المدير بعد هو السيد المدير هو يشوف شلون يحل موضوعه لان احنا ما عندنا صلاحيه. احنا راح نشوف الاخت هنا يعني هذه تحتاج حلها حجز الكتروني هاي اوامر يعني مو فوق احنا بعد واحنا قلت لك نوجهها للسيد المدير. زين لان هو مدير الدائره ومسؤول بعد هو يحل شغلتها يمه بعد احنا نطلع من عندها بس احنا ما نقدر نرجع المواطن نقول له مثلا رجعك روح وهذا نقول له حجز اذا قال ما اروح. زين مثلا المراجع نقول له يابا ندلي غرفه المدير سيد المدير روح للسيد المدير نقول اي فهمه شغلته بعد هو يحل الموضوع. خلينا نشوف هذا سر الصادر هنا يعني نهاية المعاملة تكون الصادر منا. خلينا نشوف يعني دولة ناهين المعاملة. السلام عليكم شباب مخلصين معاملة أنتو؟ إن شاء الله خلصنا فقط يعني هذا الصادر. نعم الصادر وينطوك موعد؟ لا أنا اسمي صورة قيد. نعم إيش قد طولت المعاملة عندك هنا داخل الدائرة يعني من بديت فيها إلى أن وصلت للصادر هاي المرحلة الأخيرة؟ المرحلة الأخيرة تقريباً نص ساعة صار لي 3-4 ساعة تقريبا. صورة قيد يعني اكو تعاون شفت؟ اي نعم اكو تعاون. نعم. وين التأخير اذا كان عندك تأخير يعني وين شفت اكو تأخير بيا شباك بيا مرحلة؟ ماكو اي تأخير بس هو كديزاين يعني نظام واحد ورا الاخ كسره هيك شيء ماشي الامور. اي نعم فخلصنا الحمد لله هسه بس الصادرة والمدير متوكل وتاخذها خلاص منتهيه. نعم اذا يعني ملاحظات المواطن مهمه اذا كانت يعني ايجابيه او سلبيه نتحدث بها كلها. السلام عليكم. السلام. بس ناشد يعني الاجراءات. نعم يعني عندنا مال تقاعد عندنا الحج متوفي يعني. نعم فاذا نقل الكيكار مالته باسم الحج التقاعد. نعم ها صار لنا 5 أشهر نركض وراها يعني موضوع اني يعني ذاك اليوم بالطريق صافن يعني نفرض رجال كبير وعنده زوجته مره كبيره وقاعده بايجار من 5 أشهر 6 أشهر مين تدفع ايجار مولده معيشتها يعني هاي اجراءات يعني شلون اقول لك مطوله. نعم. بريد يروح 15 يوم بريد اليوم تراجع بالبطاقه الوطنيه غير موضوع يعني. لا انا دا راجع انا علي مع التقاعد. نعم. تقاعد يدزك وين يدزك للمحكمه المحكمه يدزك للنفوس يدزك وين صحه بغداد. نعم. صحه بغداد يدزك كتاب 15 يوم زين شهاده الوفاه تطلع من مستشفى اليرموك شهرين يعني معقوله يعني بريد شهرين يوصل من مستشفى اليرموك هذه فيها كلها متعلقات ماليه تخص يعني المستفيد اذا كان متقاعد او اهله او هيك. اي بس الاجراءات يعني مطوله صار. نعم. صح ولا لا؟ اجراءات يعني مطوله يعني المواطن احنا حاليا احنا يعني الاعمال متوقفه الحياه غلت فيعني يعني المره الكبيره مين راح تعيش؟ الوحيده مين راح تعيش؟ منو راح يعينها؟ المفروض الاجراءات يعني شويه تسهل يعني قصة البريد نقل البريد هذا البريد اللي يأخر المواطن يعني 15 يوم لصحة بغداد دزك كتاب النفوس 15 يوم دزك كتاب المستشفى شهرين ترجع للمحكمة المحكمة دزك موضوع البريد يعني معقد العالم كل زين هنا أنا كدائرة بطاقة وطنية لا كل زين الإجراءات ماشي لا لا النفوس نعم. إذا هي المشكلة بالعلاقة بين الدوائر والوزارات نفسها التأخير بالبريد يعني مؤخرا الناس هذا المشكلة يعني هذا هم يعني لازم الجهات الرسمية تطلع عليه يعني نشوف موضوع الوزارات كلها إنه يكون أكو فد طريقة في إنجاز البريد يعني والأفضل يعني يكون عن طريق الإنترنت يعني على الحاسوب نعم الحكومة الإلكترونية كانت يعني المفروض إنه تكون يعني الدول كلها يعني متقدمه كلها عن طريق الحاسبات الانترنت يعني وشغله الاوراق صارت يعني شو نقول قديمه يعني المفروض تتحدث كلها بيانات وتندس عن طريق الانترنت والحاسبات يعني افضل ما المواطن يروح 15 يوم بالبريد ما يطول دقائق هذا بالانترنت يسهل للدائره المعنيه
وانتهت المشكلة، كلها ما راح تطول أيام يومين ثلاثة أيام انتهت مشكلة المواطن. نعم. وأنا أشكرك. شكرا لك، ممنونين. هلا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي معاملة من 2007. مال إيش؟ مال مفقود. نعم. إيه. وراجعت الدوائر لحد الآن ما كامل. نعم. يعني وهسه بالمساء والعدالة وبعتها يعني. ورقم القائمة طالعة. وبعد على الله وعليك، أنا عندي ثلاثة المفقود منه؟ مفقود حسن علي لفت. شو يصير لك؟ ابني خادمك. وهاي رقم المال. زين، هنا ايش عندك اليوم بتراجع؟ عندي معامله وقالوا تروح للعماره تجيب الاوليات، بس انا عندي اريد مساعدتكم من هاي الدائره. اذا الله يعطيكم العافيه وبس. الدائره هي مال لجنه التعويضات، تعويضات بغداد، وهي المعامله من 2007 4/4/2007 ولحد الان ما خلص. اللي تابع على محافظه ومدون بزمان صدام 5 سنوات وشهر ولا عنده رعايه ولا عنده كسوه. زين، متوقفه هسه؟ يعني متوقفه على، هي موجوده المعامله بس بعد ما من جزء يعني المعامله. الدائره وين بالضبط؟ الدائره بالمحافظه، مجلس يعني مجلس المحافظه. نعم، محافظه بغداد. نعم. إيه؟ نعم، اذا محافظه بغداد، محافظة بغداد هنا معاملة لمفقود يعني، وهذا باج مراجعة ويعني لجنة التعويضات. ايش قد متأخرة صارها من تاريخ 28/7/2020 واليوم احنا يعني بسنة 2021، لذلك يعني هذه يعني هذه المعاملات وهذا يعني الناس عندها مفقود يعني على الأقل. عندي ثلاثة يعني على الله وعليكم يعني. إن شاء الله يسمعوك بالمحافظة وإن شاء الله. أنا أريد بس مساعدتكم ومساعدة السيد. إن شاء الله. إحنا اليوم موجودين هنا. أي شيء عندك تأخير بالمعاملة أو يعني أي شيء شكوى عندك ممكن نكون وياك. الله يوفقكم إن شاء الله. ما تقصر. انتظرنا هنا، استريح. عيني. شلونك عزيزي؟ أهلا وسهلا. عندي تجديد. زين. موحدة لوالدتي وأختي. نعم. شهادة الجنسية مال والدتي قديمة. نعم. يعني من زمن صدام. نعم. هسه شو يقول الضابط؟ يقول لي ما يصير اختم لك على شو اسمه على الاستماره الا تجيب شهاده الجنسيه مال اخوها. نعم. زين. زين. شهاده إيه؟ هو سكنه الناصريه. نعم، مو هو يربطون بالعائله يعني شهاده الجنسيه بالذات يربطوها دائما يعني اللي اصدار جديد لو الوالد لو العم. فانت هنا الوالده ايش طلب من عندك؟ طلب شهاده الجنسيه مال اخوها. مال اخوها. إيه. او والدها اذا عايش او. ايه متوفى هو. هسه قلت له بس اختم لي على الاستماره شهاده الجنسيه حتى اجيبها انا. زين. هي والدتك ما موجوده؟ موجوده. نعم موجوده. زين. والباقي المعامله يعني باقي الاشخاص كم لك؟ لا عند اختي شهاده الجنسيه مالتها يعني جديده، قال لي عادي. بس على مود قلت له بس اختم لي. زين. بس على مود ختم. هسه احنا هذا الموضوع هم نناقشه يعني مع السيد مدير الدائره، موضوع شهاده الجنسيه القديمه يعني الاصدار القديم، انه اكيد لهم هم يعني وجهه نظر يعني خصوصا وزاره الداخليه وموضوع دائره الاحوال الشخصيه لها وجهه نظر في انه تطلب جنسيه او عفوا شهاده جنسيه الاقرب الاخ او الاب. لذلك هم راح نستفسر عن هذا الموضوع وشلون نقدر نسهله للمواطن. يعني اكو فد عوائل مثلا اذا هو اخ واحد مثلا عندها او ما تحكي وياه او عندهم مشكله او خارج العراق او مسافر. أيه؟ او ماخذ شلون هاي يعني بهاي الحاله؟ نعم. مو صحيح لا؟ نعم. انا اتمنى تنتظرني يعني حتى ندخل على السيد المدير ونساله على هذا السؤال مباشر. عمو شو صاير؟ عصبي هسه يوم الرائد هذا الولد قال سوي استماره. سويت استماره. زين. والدتي متوفيه قبل 4 سنين. نعم. 4 سنوات. نعم. ومتوفيه بالمستشفى، غير جسم كتابي اشروها متوفيه. شهاده الوفاه وين؟ معاي موجوده عندي جبتها. طيب. زين شهاده الوفاه مو تجي للنفوس هم قالوا احنا ننتزع من توفت. فمن جيت هسه يقول ما مأشرة ما متوفية صار قبل 4 سنوات متوفية. يقول ما مأشرة. زين احنا صوت ما مأشريها. هسه قلت له ما يخاف ما مأشرة روح أشرها أشرها تبعها. رجيت سويت استمارة. هسه انت بس سؤال، انت تطلع بطاقة وطنية؟ لا اسوي اسمه قسام شرعي. هي متوفية. نعم. فسويت قسام شرعي دزتني المحكمة. المحكمة دزتني المستشفى ودزتني النفوس. نعم. المستشفى قال روح احنا ندزع. رحت هنا جيت قال ما مأشرة. انت الوثيقه اللي تطلبها شنو هي؟ اطلب اريد شو اسمه كتاب شو اسمه اريد شو اسمه للمحكمه. نعم. اي هاي المحكمه تطلع قسام شرعي. هسه يقول يا جزك سيد جيب مال اخوها هم كلهم متوفين باقي بس هي. زين هسه انا رحت استماره سويتها النوب هسه بيان موقف ما ليش احنا مو سوشنا. زين هي الكتاب من يجي من المستشفى غير هم يأشروه لو احنا نأشره احنا نجي نلقاها متوفيه.
نجي بالسجلات نلقاها متوفيه وانت ما هاي اجراءات. زين هسه يقول لي ما متوفيه هي لحد الان ما متوفيه. اذا خلينا نتوجه الى السيد المدير، خلينا نتوجه الى السيد المدير حتى نشوف هاي يعني موضوعين نتحدث وياه عليها. مستمرين في بلا عنوان وراح نستمر في تواجدنا. خلينا نشوف الحجيه هنا ايش عندها. حجيه شلونك؟ بس بدنا نسلم عليك. صباح الخير. هذا عيني صباح النور. شلونك؟ ايش عندك؟ عيونك عندي هاي معامله. وش ماشي الامور؟ احد وياك لو وحدك؟ لا والله وحدي. وحدك؟ ما وحدي. احنا وياك في الولايه. احنا وياك. شنو عندك؟ يعطيك العافيه في الولايه. انا كلوني هنا سويها هنا. هذه صادر. تعال 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 خاله تعال. هذه صادر. كملتي انت مكمله؟ ها يمه تعال. انت كملتي يعني كملتيها بس باقي صادر مو؟ يلا هسه تعي. هذا سر النسوان هنا اوقفي خاله. زين حتى بالنظام. يعطيك العافيه عيوني. اي طول عمرك عمركم ونشكركم. ايش قصة لك من جهتي اذا تسوين المعامله؟ اه ما صار لي ساعه ما صار. زين انت تمشي يعني لا الامور. زين صار مو يعني زيانة. مو ازدحام وتعب وهذا. لا زين ساعدوش من شافوش مره كبيره؟ خير من الله. اي والله ساعدوني من الباب ساعدوني. اي والله امنه انت امنه. تعي خالتي ما تقدرين تصعدين. تعي العفو ست هذه مال حجيه هنا ما تقدر تصعد. اذا وصلنا الى هذه الصاله اللي هي استقبال المراجعين. عدد كبير من المراجعين متواجدين يعني مع اطفالهم عوائل كامله. راح نحاول ايضا نتحدث مع بعض المواطنين. هنا الاخ كان عنده مشكله فحدثنا انت شو وقت راجعت مال موضوع زواج زوجيه انه تنضاف على البطاقه الوطنيه. نعم انا جيت سابقا. نعم انه حولت بياناتها يعني ضفتها وياي بالجنسيه. هي ايضا على الكاب. اي نعم حضرتك نفس اي نعم. فهسه يوم جينا على مود موضوع التصوير. نعم فكملت هسه تصوير وتدقيق بالحسابات وقفت. قالوا لي ما يصير. المشكله وين قالوا لك؟ فانت جيت على الموعد. اي فانا جيت على الموعد المحدد فصرت اشوف المدير يعني شنو الاجراء لازم طيب نتخذه. خلينا نتوجه الى السيد المدير ويانا الاخ هنا المراجع ونتحدث ويا السيد المدير حتى نعرف شنو اللي مأخر هاي المعامله وليش رجعوه. بالحسابات رجعوه؟ بالحسابات نعم. زين الحسابات وين بالضبط؟ هذا شبك. طيب خلينا نسال الحسابات اولا حتى نفهم من عنده واذا الموضوع ممكن ينحل من قبل السيد المدير. لان اكو مرات عندهم امور يعني صلاحيات المدير. اي نعم. اي الملازمه لو هنا الاخ. السلام عليكم. شلون الصحه؟ الله يخليك. احنا هنا اكو احد المراجعين عنده معامله مرجعيه على موضوع بالحسابات واصله. فاريد نفهم الاليه وشنو السبب. هذا على مود شو اسمه على مود التصوير. هو صور بوقت الكورونا يمكن اتوقع. التصوير شنو تقصد به حضرتك حتى المشاهد يفهم؟ تصور بدون ما تصدر له لان هذا توقفت كانت بوقتها نهايه السنه جرودات يعني نهايه السنه فالبطائق ما كانت تصدر. زين فهسه بقى بس على مود التصوير. فقلت له موافقه الوكيل على مود يختمل هي ويمشي ما عندنا مشكله وين. طيب تصوير شنو تقصد الصور الشخصيه؟ صور مكمل باقي. قلت له بس الاصدار اصدار البطائق. الاصدار وحاليا شنو المطلوب من عنده حتى تصور بس الوكيل هذا الميز مالته هنا يختمها ويجي. الوكيل اللي هو نقيب عامر موجود. نقيب عامر. طيب ما نحتاج للسيد المدير معناته هذا اجراهم نظامي. اجراء روتيني. انا رحت بس بلغني انه لازم اروح السيد المدير. النقيب نفسه نقيب عامر رائد سعيد. رائد سعيد ايش قال لك؟ اوكي راجع المدير. خلينا نشوف اذا او خلينا نسال السيد الرائد هنا السبب المراجعه المدير. يعني احنا نحاول انه نشوف تدرج يعني المعامله يعني مو شرط انه نوصل للمدير راسا. خلينا نشوف انه السبب. بس شباب شوفوا لنا السيد الرائد. اي السلام عليكم.
شلون صحة سيادة الرائد؟ الله يحفظك. شلون الأمور؟ زخم اليوم ها؟ الحمد لله والشكر. يعني باعتبار هاي أيام عطل شوية وبعدها جاء الدوام. جاي الدوام إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. إحنا بدنا نفهم موضوع المعاملات، موضوع التصوير. توقع السيد المدير. لأن نعم. أراد أحمد عندنا إحنا النقل. نعم. عندنا فتوقع السيد المدير. لأن الأخ قبل فترة. أحسن بارك الله. واللي موقع على المعاملة النقل. النقل. فسيد المدير يوقع لي. وقع مكانه. يعني بهالحالة أنت ما راح تجبر المواطن إنه يعيد المعاملة. لا موقع عادل. موقع عادل. إذا بس لأن هذا. لا بس السيد المدير يهمش له. انتهى وخذ معه هو. أنا قلت له ما خمس دقائق على المطر معه. أنا المدير من يوم جي صورت. لأن هم فتح التصوير. من البارحة المفروض فاليوم جينا على موعد ما نعرف بعد يعني ما في اشكال. لا 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 هو فعلا انا تصورت انه موضوع تصوير اعاده او شيء بعد. لا بس هذا مش السيد المدير الضابط اللي عندنا السابق اعطاه موافقه النقل. نعم وانا وسهلا بك. شكرا سياده الرائد. شكرا شكرا سياده الرائد. اذا هسه نكون وياك ونروح للسيد المدير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. شلون الامور؟ لا لا خلي يم شنو اللي واقف بالموضوع اللي نريد نقدم على استمارة البطاقة الموحدة. إيه نعم. فهسه من المفروض يكون شهر يقولون الاستمارة. نعم. أنا هسه ابني مريض فأطلبها من المساعدة يعني. وبنفس الوقت هو جاي ماشي بهالمعاملة. شهر من بين الإلكترونية وبين الإصدار. نعم. فأنت يعني إذا تريد تنجزها بيوم. نعم بس عندك أسباب. الصحي ظرف الصحي. ظرف الصحي يعني محتاجيها مثلا لغرض اصدار جواز او غيره. اي نعم نعم لاصدار جواز. هو رحت على الجواز وقال جيب بطاقه موحده لكون طفل. طفل نعم. يعني هذه ما تمشي بالجوازات. لا ما تمشي لان بدون صوره وطفل. نعم صحيح. نعم صح. اذا معانا المواطنين وراح نتوجه الى السيد المدير مدير الدائره حتى نتحدث وياه ويشرح لنا أكثر عن تفاصيل إنجاز المعاملات بالإضافة إلى الحالات الإنسانية اللي دائما يعني يقدمون بها المساعدة للمواطن. لذلك عندنا عدد من المواطنين أيضا راح نأخذهم إلى السيد المدير. بس دقيقة يا شباب عندنا موضوع هنا. والله على مو شخط رجعوني للكوت رجعوني. شخط. أي والله العظيم. تعال احكي لنا. هو هذا الموظف تعال. نعم. هاي مالتها بيها شخط طلع بالحاسبة بيها شخط. نعم وينه؟ هو بالحاسبة عنده. زين رحمه الوالد. وشنو اللي صار بها يعني قلت انت... رجعني الشخص على مو شخص رجعني للكوت. قلت رجعني للكوت. نعم. شنو هذا الشخص؟ اي والله زين انا هسه ما افتهم عليك الشخص وين تقصد. قلت هذا وهذا هنا رجعني. زين خلينا نشوف السيد المدير وهاي الثلاث حالات ايضا نحاول نقدمها. سياده العقيد. سياده العقيد هنا أنا. الاخ عندك تكون ضابط يمكن منقول فيحتاج الموضوع توقيع حضرتك مو؟ اي نعم كان الضابط اللي موقع حاليا منقول خارج الدائرة فلازم تأيد حضرتك. نعم هسه ايش بقى عنده راح يكمل المعاملة؟ هسه راح احاول على الاحتياجات الخاصة. نعم. بصفنا اختصارا للوقت كان اراجع سابقا. نعم واكو حالة مشابهة سيادة العقيد هنا أنا هذا الطفل سجل. هذا الطفل انت شو اسمك اول شيء؟ ليلو. ما اسمع ليلو. ليلو فديته. ليلو ليلو حالته الصحيه عنده اشكال صحي الوالده. نعم. بس تفضل. نعم. السلام عليكم استاذ. نطلب المساعده ليلو دارده سفره عند العصب مال دماغه الايمن يضرب على عصب رجله الايسر. فرحت اقدم له على جواز قال بطاقه هاي ما تمشي يريد موحده. اي وهنا الموعد شهر فانا اطلب مساعدتكم. ممكن هذا كحالات إنسانية تنجز؟ بناء على توجيه معالي السيد الوزير والسيد الوكيل الأقدام والسيد المدير العام والسيد مدير بغداد الكرخ ومدير البطاقة الوطنية. نعم. الاهتمام بالحالات الإنسانية اللي تستوجب المساعدة. نعم. وترويجها باستثناء من عدنان طه. نعم. الصلاحية. الموضوع التسلسل والسيرة هذا هو الإجراء الروتيني اللي عندك أنه البطاقة الإلكترونية هذه الاستمارة الإلكترونية تأخذ شهر. الاستمارة الإلكترونية يسحبها مباشرة لكن الحجز مو شرط. يعني احنا بداية الحجز بداية تطبيق نظام الحجز الإلكتروني اللي هو بناء على توصيات خلية الأزمة. نعم. لتقليل أعداد المراجعين داخلين الدوائر بداية موضوع كورونا. نعم. فكان الثاني يوم ثالث يوم تطلع لكن صار زخم. نعم. على الموقع صار بتأخير. طيب. هو أقل الشهر أسبوع احنا اليوم نريد نساعد الليلو. ها ان شاء الله ان شاء الله. نعم.
هسه راح نعطيه استثناء من الحجز. نعم. مسوي له اثبات شخصيه له. نعم يعني من يعني ناحيه معروف تأييد مختار صدق من المقام المقاميه بصورته. انا راح اعطيك راح اعطيك هسه استثناء من الحجز وتؤمر. يعني دوائرنا معروفه خصوصا وزاره الداخليه اللي على تماس مباشر مع المواطن دائما موجود هذا الموضوع التعامل الانساني. ما نريد احنا نكون اليوم نجامل وانما هذا الشيء واضح يعني لاحظنا في عده دوائر يعني وزاره الداخليه موضوع الجوازات غيرها انه دائما اكو فد نوع من الانسانيه بالتعامل. الاخ هنا ايضا عنده كملت ثاني وهذا وسط. نعم بس على مو شخط ما ادري هنا دخل بالحاسبه يقول عندك شخط. هسه تأكد من الوكيل لأن هاي حالة نقل قيد منقولة من دائرة الشيخ سعد لتشير الزواج إنه واقعة زواج. فأي فأي إشكال يكون أي شطب بالقيد بالقيد ما نقدر نروج معاملته إلا بعد تصحيحها من دائرة الأحوال المعنية اللي هي قامت بالنقل. يعني الغلط السهو اللي صاير من دائرة الشيخ سعد راح نفتح الحالة هسه ونحاول إذا بيها مجال تروج منا انا راح وفق القانون. ما عندكم اتصال انتم مباشر مع هاي الدوائر مثل مثل جوازات او غيرها؟ احنا عندنا اتصال ونظام الكتروني. نعم. لكن القيد هذا يتارشف. هذا يدخل على حاسبات هذا يدخل على الحاسبه يكون ضمن اعمالنا. بس راح نفتح الحاله على الحاسبه راح اوجه الوكيل يفتح الحاله وان شاء الله اذا بيها مجال اكيد راح تقدموا لنا المساعده. احنا راح ننتقل وياك ايضا حتى نشوف هذا الموضوع لكن عندنا العم هنا السيد العقيب يتفهم وخابرني هو. نعم. خابرني هسه إيه فقال حالتك ان شاء الله وخابر هسه للعام هنا ثواني راح نكون وياك احنا إيه. فهو هسه يم المعامله مالته خابر هو حضرته خابر. نعم. تأشير وفاة. نعم. الشهاده قديمه راجع ضابط الشهاده يطلبون الاخ او الاخ اي او بيان موقف من شؤون جنسيه ارسال المدير الشؤون الجنسيه. نعم. انا كوني سابقا اعمل بهاي المديريه العريقه معلوماتك كامله بهذا الموضوع. نعم. عندي معلومه من شفت الشهاده صار عندي شك بانه صادره من شؤون جنسيه وما تحتاج اسناد. نعم. اتصلت هاتفيا بالدليل وبناء ايضا هذا الموضوع بناء على توجيهات السيد المدير العام والساده مدراءنا بانه نحاول تقديم المساعدة قدر الإمكان. تقديم المساعدة قدر الإمكان. اتصلت انطيت رقم الشهادة أيد لياها هاتفياً. هسا راح أكتب له ضابط الشهادة. وتروج بدون ذهاب إلى مدير الشؤون الجنسية. خير إن شاء الله. إذا إحنا راح نشوف حالة الأخ ونرجع لحضرتك سيادة العميد حتى نأخذ جولة في قاعاتكم ونشوف تسلسل المعاملة مع حضرتك. بين ما تنجز أيضاً المعاملات لأن أكو ناس ينتظرون برا وإحنا يمكن أخرناكم. يعني بالفعل احنا خلال حديثنا يمكن تراكم عدد من المعاملات اللي متواجدين دا يراجعون على السيد المدير فلذلك احنا وين دزك انت؟ هذا نعم كتب لك النقيب متابعة وتنظيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النقيب عامر لله. نعم. هنا المعاملة نعم احنا نريد ناخذ فكرة. نعم. راح اجيك منها. نعم نعم هنا المعاملة جاي نقل من دارة الشيخ سعد. نعم. فمنقولة قديم يعني بالسنة 2016. فهو بعد ما مروج معاملة جاء اليوم يروج معاملة. لما رجعنا. العفو لما رجعنا على أصل القيد مالته من السوبرفايزر لقينا اكو شطب بالتولد مالته. شطب طلع لك بال اي نعم بالأرشفة اللي عندك. الأرشفة اللي موجودة بدارة الشيخ سعد عن طريق السوبرفايزر. تعال. نعم. وهذه الشطب يعني هذا الشطب اللي يحتاج لصوره قيد ولاده. لا هو اصلا منو يقوم به هذا الموضوع الشطب؟ ها احنا دزيناه سوينا كتاب للصحه. فيجينا جاب من الصحه ونعالجه وفق الماده 8 باب من التعليمات. يعني هاي الحالات موجوده عندك عادي يعني مو هي موجوده هي هاي دائما تصير ملازمه لحسين بن زحمه عليه على دائرة الشيخ سعد على قيد. لا افتح له قيد قيد انتظار ابوها موجوده عندي جنسيتها. نعم هاي انتظار. نعم. هاي موجود هنا شطب بالقيد تلاعب بالقيد مالته اللي كان هنا فحتى نتاكد من مواليد هل هو واحد لو شهر 12 ما جنسيتها خوش.
زين هذا فعلا ما تقدر تعتمد على لا لا ما نقدر نعتمد لان السجلات هذا السجل هو الرئيسي هو الرئيسي اللي انصرفت على اساس الجنسيه اي فندزه للصحه انت بالنسبه لك تعتبر هذا هو الاساس المركز هذا ترجع له هذا نرجع اي شيء خلافه اي شيء خلافه يتعدل استنادا لهذا زين اذا اكو هذا وين موجود السجل ها هذا موجود دار الشيخ سعد يعني لازم يراجع هسه حاليا احنا ما راح نرجع دار الشيخ سعد راح نوديه للصحه خلي واحد من الشباب بس ياخذ لي هذا الشطب اللي هنا يعني ضمن اي بالسجل انه 12 او 1 هذا الموضوع اللي هو السبب بهالحاله اجراءنا شنو راح يكون اجراء راح سوينا لك كتاب للصحه الكتاب اللي سوينا لك يا وينه نعم سوينا لك كتاب للصحه اي نعم راح سلاح ياخذه مدير وصادره ويروح للصحه يجيب لنا صوره قيد ولاده وش مكتوب بصوره القيد ولاده احنا نمشي عليه ولاده زوجته يعني ولاده زوجته نعم وبعد ما يحتاج زوجته ولا اطفال يجيبوا يجي واحد يجي واحد بعد ما يحتاج نعم شكرا لك شكرا العفو سيادة العقيد اليوم احنا بنلاحظ انه هذا الزخم يعتبر طبيعي مقبول هذا العدد احنا هذا العدد كانت اضعاف الصبح لكن اكو انسيابية للعمل وتوزيع المدخلين والمدققين فالحمد لله هسه دول الباقين كلهم هسه جول كلهم مصورين مكملين يعني مكملين اي طيب انت كم شباك عندك ممكن يستقبل المواطن بحيث حتى تخفف الزخم عندي 50 مدخل لكن وزعتهم يعني انا عندي هسه هنا بداخل القاعه 37 مدخل موجودين من ضمنهم السوبرفايزر نعم البقيه بالاحتياجات الخاصه عندي فاتح شعب للاحتياجات الخاصه والمعوقين وعوائل الشهداء 6 مدخلين خليهم غرف خاصه موجوده بجانب غرفتي على مود المعوق وايضا عندكم الشهداء عوائل الشهداء ما يجي راجع هنا للقاعه يعني حتى اللي نلقاه احنا بالقاعه نسحبه للقاعه الثانيه اللي عندك مرشد اتصور شفت مرشد عندك ليتحرك عندي على عندي مرشدين اثنين وعندي متابعه اثنين مرشدين الاحتياجات الخاصه ومرشد المديريه دول بمدخل الدائره عندما يلاحظون معوق او رجل كبير يسحبونه مباشره ممتاز لا احنا لاحظنا يعني شفنا عدد من السيدات الكبار بالعمر قالوا انه والله اول ما استقبلونا يعني راسا انه كملونا معاملاتنا احتراما لسننا ويعني العمر تعرف كبار بالعمر يعني هذا موضوع متعب بالنسبه لهم انا اريد اسالك سياده العقيد بالنسبه للمشاهد يجوز او حتى اللي يشاهدنا من خارج العراق يمكن ما يعرف الخدمات اللي تقدمها الدائره يعني عندك مثلا واقعات زواج واقعات طلاق اصدار وغيرها فعدد لنا اياها حتى يفهم المشاهد التسلسل حاليا نستقبل بدون حجز الكتروني واقعات الزواج والطلاق وتاشيرات الوفاه تغيير المسكن تغيير الاسماء تبديل الالقاب اللي بها قرارات من المديريه نروجها بدون حجز الكتروني كذلك الفقدان والهويات النافذه تكون بحجز الكتروني يحجزون ويراجعوننا الحجز الالكتروني راح يبقى مستمر برايك راح هو شيء تنظيمي الحجز الالكتروني من اجل تخفيف الاعداد اللي تدخل للدوائر تعرف احنا حاليا بجائحه كورونا والتعليمات اللي توجهتنا من لجنه الصحه بانه تكون الاعداد مقننا ورغم هذا احنا الحمد لله نستقبل بحدود 1000 إلى 1250 مراجع باليوم نعم ويمكن انت هنا مخلي مكانات للجلوس انه يصير بها تباعد يعني خلينا مكانات للتباعد كذلك عندنا ممرات للتعفير كذلك احنا بداخل القاعه الالكترونيه يمكن الدوائر الوحيده اللي موجوده نخلي مكتبه للمراجعين بها كتب وكذلك نخلي براد ماء مجانا ما يتوزع مجانا للمراجعين ممكن يشرب ماء ممكن يقعد يقرا له كتاب او سيدا ما تنجز معه يقرا له كتاب مو انت هيك راح تخليني اقول انه معاملتكم تطول بحيث انه يقعد لك المراجع يقرا كتاب لا هي مو تطول وانما بعض كان زخم موجود عندنا احنا نظمنا هذا نعم كانت المعامله انتم حاليا دوامكم 100% يمكن رجع حاليا دوامنا 75% 75% هذا يعني من الوزاره رغم هذا احنا التوجيهات 50% وصلاحيه مدير الدائره في حاله وجود زخم احنا رغم هذا اغلب المدخلين اللي عندنا من المناطق القريبه يعني جتنا حالات كان بها زخم كلش قوي احنا خلينا نتحدث ونمشي شويه حتى نشوف
الناس اذا محتاجين شيء يعني كنا نتصل بالمدخلين اثناء الزخم يجي يحضر رغم استراحته. هذا الزخم يمكن انت ك يعني كدائره تعتبر انت الدائره الرئيسيه، ابو الجوازات يحتاجك، ابو المرور يحتاجك، اي موضوع يخص المعاملات يحتاج البطاقه الوطنيه، فانت صاير يعني المركز نقول او بدايه كل معاملات المواطنين، دوائر التقاعد، دوائر العقاري، كتاب العدول، كذلك يعني كل دوائر تحتاج البطاقه الوطنيه او صور القيود، لان البطاقه الوطنيه حاليا هوية معتمدة وبيها فالميزات غير قابلة للتزوير. نعم، لذلك يعني هو بصراحة مشروع ضخم، هو كوزارة داخلية من أطلقت هذا المشروع وأنهت التعامل بالبطاقة القديمة أو الهوية الجنسية القديمة، بالفعل هو مشروع ضخم الصراحة. هنا أحد المواطنين يشوف إذا عنده شيء. زحمة لك ربي يوفقك، الله يسلمك. عند هاي كسر بيها وعند المعاملة بالعقاري، فقالوا بدلها، سويت يقولون شهرين هيك، تيجي سهله مره الله يخليك. هي شنو بيها كسر الهويه؟ هي كسر الهويه. اي والله يعني ايش تعتبر؟ نعطيك صوره قيد الكترونيه. سوي طلب طلب صوره قيد الكترونيه يعتمدوها ويا البطاقه. زين ما تبدل سيدي هاي؟ هاي تبدل بناء الا حجز الكتروني كبدل ثالث. اي فاحنا تمشي صوره القيد الالكترونيه. عندي جواز سيدي ولا وزعتك عذرني. لا عندي جواز كامل. بس جواز ما ياكل بالعقاري. لا جواز. لا هسه صوره قيد. العقاري عندهم جهاز قارئ، اضافه لهذا نعطيك صوره قيد الكترونيه تعتمد ويا البطاقة. يعني سوي طلب صورة قيد الكترونية سوق على قياد. السلام عليكم. عليكم السلام. صار لي 8 أشهر أراجع على الموحدة. اشكيلي. من قبل كورونا. اشكيلي لا تجامل. كل ما أجي لي هنا مرة يقولوا لي أنت متأخر، مرة يقولوا لي فد أسبوع وتعال، مرة يقولوا مسحة ماكو. النقطة اللي مأخروك عليها شنو؟ هسه مال كورونا وقالوا بصمة ومال العين الليزر ماكو. اجيت قبل هاي السنة بيوم، قال لي مجرد سنوي. اجيت هسه والله بعد يسهل يعني صار نهايه السنه فعلا يعني هو تاجيل كل المعاملات والله 8 أشهر على مود موحده. الاخ انا سبحان الله يعني دي راجع بالاوقات اللي مثلا راجعنا شو وقت كانت متوقفه التصوير. جيت هنا أنا قبل الدوام لقيت هذا الشباك 32 حافظه. نعم. للوحده الظهر انا يعني مشتول يمها، وصلت يمها تقول لي، قلت لها والله قبل ما تبدون انتم انا تريقت وطلعت. شو وقت تجي تردين بالستة؟ اعرف المخبز تقعد بالستة. على مود موحده والله صار زين. هسه راح نشوف بعد احنا يعني هو هذا المواطن بصراحه والله اللي يشكو من هذا التاخير. هذا احنا ما نريد يعني عمره 8 أشهر عنده موحده واني ما عندي موحده، انت بالجنسيه. شنو هذا العقد؟ ما انا مطلق على مود يعرفون. يعني تسجيل تتاشر كامل خلعي. لا هنا انا بالدائره مش جايبه قبل؟ جايبه قبل وشافوه وقلت لهم مو شافوه مؤشر طلاقك مؤشر كامل. وزواج؟ ما الزواج لا هو الزواج مالتك مؤشر الزواج مالتك انت؟ هو نفسه طلاق الزواج اللي قبله مسويه؟ سويه ايه وطلقنا وقلت النسخه مال الطلاق على مود يعرفون انه انا مطلق. هويتك وين؟ هاي ما مؤشريها هنا بعدني متزوج بيها. هاي بعدني متزوج. هاي واقعة تمشي حاليا بدون حجز الكتروني صراحة ولا على زين. شنو سبب التأخير عاد يعني؟ هو جاي شو وقت جاي بالفترة اللي كانت ما جاي حد كورونا راجع كانت متوقفة بدون تصوير. نعم. قال بدون تصوير راح بعدها فترة راجع شو وقت راجع بالجرد السنوي نهاية العام. يعني هو الأوقات اللي راجع بيها كان عندنا توقف. نعم. هسه حاليا هاي تنجز هاي هسه راح حيدر للاحتياجات الخاصه السجاد قول لي لو جماعه عملته والله والديك تومر. سياده العقيد نعم المدير انا عندي صوره قيد. نعم. اي فردت رحت الموظفه قالت لازم تسوي سطر ولادي اللي هو هذا بالظهر العفو. اي فانا عندي صوره قيد المدرسه يعني عندي موعد خارجي رقم 0 8. اي فقلت لازم اسوي احوال ابو غرايب. اي لازم اسوي طلب وحجز يعني اذا حجز انا يكون حجز علي من اروح. هاي جاي نقل من احوال ابو غرايب. هو النقل مفتوح حاليا حالات الزواج غيرها المقوله سابقا هي حاليا هنا لكن ما مؤشر رقم السطر
مال والدها، حاليا سحبوها لها من السوبرفايزر رقم السطر لاجل تعديل القيد. الاخت شلون شفتي المعامله؟ خلينا بدون مجامله يعني، امانه ليش المجامله؟ بالعكس هو قدم لي مساعده واني سممنونه من عنده، بس حبيت اتسلم من عنده. قال زحم عليك الصبح دزيتني كملوها المعامله مال ابني، هويه ضايعه كملوها الولد اللي بالمحكمه جماعه العتبه. احسنت رحم الله والديك، ممنونه من حضرتك. شلون اجراء المعامله شفتي؟ اه وسلم عليك يقول ممنون عنده على القاضي، يعني لان تاخر البلاغ دزيتها على قاضي سابقا راجع ثلاثه سوالي بيوم واحد اقل من يوم. اذا اكو تعاون الامارات هسه عم نطيب، اذا اولادي ما حاضرين يحضرون على باكر بيها اشكال يمكن استثناء وباكر تجيبهم اليوم الامارات هسه تجيب لي اياها. من حضرتك شكرا لحسن المعامله على راسي. بما انه المرشد موجود فنريد نعرف دوره اليوم هنا، يمكن هو اكثر احد على تواصل مع الحالات الانسانيه. سيدي المعوق هذا اللي اعطيته استثناء فقدان عده. احكي لي دورك كمرشد مع الحالات الانسانيه، شنو اللي تقوم به هنا انت ويا المواطن؟ اللي يجي اللي الحالات الانسانيه عندنا قاعده، اكو مكان خاص عندنا. نعم. ناخذ الاستماره منه. نعم. يعطينا امر المدير. نعم. استثناء. نعم. نختم له الشهاده. الكبار بالعمر اللي عنده مثلا حالات جريح، العوائل الشهداء. نعم. المعوقين، الحالات. هذا سياق يومي يعني، انت سياق يومي يومي عندك. سياق يومي يومي عندنا 40 الى 65 حاله. يعطي استثناء المدير ونختمها من ابو الشارع تنجز. بس الاستثناء يمكن ما يشمل موضوع الالكتروني. لا استثناء من الحجز بناء على توجيهات السيد المدير العام. نعم. توجيهات السيد الوزير والسيد الوكيل الاقدم. نعم. والسيد المدير العام. نعم. ضروره الاهتمام بشريحه الاحتياجات الخاصه المعوقين. نعم. وكبار السن. ففتحنا لهم شعب مدخل الدائرة وبيها مرشدين اثنين دول المسؤولين عن ترويج معاملات الاحتياجات. بالنسبة للحجز الالكتروني هذا اللي ياخذ شهر، هذا ايضا تستثنوا من عنده؟ يستثنى الاعمار الكبيرة. يلا خلينا نشوف الحجية. معوقين. ها خالص لونج الله يسلمك يا عيل، الحمد لله الله يعافيك. زين الامور ماشية؟ لو اكو تاخير ضو جوج قولين. لا هو يعني تصحيح بس مع اللقب. ما لقب؟ اي نعم. هاي بنتي. وش صار عندكم؟ اكو تاخير لو ماشي الامور؟ والله بعد تعايا بالنسبه ما تقدر تطلع بالتلفزيون الحجيه ما تقدر. انت بس احكي لنا انه الامور ماشيه ان شاء الله؟ ماشيه ان شاء الله. يلا يوم. وهاي سيد المدير همينا دعامكم. سياده العقيد هنا عندك واحد ايضا. بعد اقدم خارجي وقالوا لي بالصوره الجنسيه مالتك صغير لازم تسوين استثناء ما ادري شلون. بطاقة وطنية؟ هاي مشمولة بالحجز الإلكتروني اللي مر عليها أكثر من 10 سنوات. وين ساكن حضرتك؟ بالبياعي. وين شهادة الجنسية مالتك؟ ما عندي. شنو الإجراء؟ هذا يقدم حجز إلكتروني. حجز إلكتروني نظم استمارة ويراجعنا على ضوء الحجز. إنه لأن بطاقته أقدم من 10 سنوات. مضى عليها أكثر من 10 سنوات ما راح يمشوها، واختلاف شكله ما راح يمشوها بباقي الدوار. سوي استمارة هالسنتة. سيادة العميد احنا نشكرك اليوم على تواجدك ويانا وتواجدنا يمك اليوم كضيوف في دائرتك. لاحظنا كل شيء، لاحظنا الإيجابيات، لاحظنا السلبيات. هدفنا أنه نقوم العمل بالنهاية والأداء. المواطن اللي عنده ملاحظة أكيد نقلناها لحضرتك وشفنا تعاونكم. شكرا. الشكر موصول لجنابكم والقناة التغيير لحضوركم اليوم من أجل تسليط الضوء على عمل إدارة البطاقة الوطنية في الكاظمية وتوضيح الجانب الإيجابي بها المواطنين، وكذلك تصحيح الجوانب اللي أكيد. تحتاج إلى تصحيح. أكيد إحنا نلاحظ يعني تعاونكم في هذا المجال. شكرا لك عميد عقيد محمد. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من بلا عنوان اليوم، كانت في دائرة البطاقة الوطنية في الكاظمية. ونشكر أيضا في هذه الحلقة وزارة الداخلية وإعلام وزارة الداخلية، تحديدا مكتب السيد اللواء سعد معن وكل اللي يعملون معه، المقدم مصطفى والشباب اللي يعملون معه، لأن الحقيقة الوزارة الوحيدة اللي متعاونة مع الإعلام بشكل كبير أنه نقدر نراجع هذه الدوائر وندخل بكاميراتنا
بدون تعقيدات وبدون إجراءات سابقة وبدون كتب رسمية وما إلى ذلك، اتصال هاتفي ويسمحوننا يفتحوننا الدائرة ويخلونا نتواصل مع المواطن. فيعني نتمنى من كل الوزارات في العراق أن يسمحوننا ويسمحون للإعلام أن يكون بهذا الدور، أن يقوم بدوره وهو نقل الإيجابيات والسلبيات، وإحنا بالنهاية انتقادنا هو بناء لغرض التصحيح. لذلك شكراً لكم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان، انتظرونا.